طيب العلم بيتكلم على ان النهارده عيد ميلاد الشمس، ده اللي الناس يمكن بتقوله، هل النهارده فعلا عيد ميلاد الشمس؟ طيب اتحسبت ازاي؟ بيقولوا ان الشمس تمت 18 دوره حول مركز المجره، وان ده بيعتبر احتفال بميلادها، وده بيتكرر كل 250 مليون سنه، فحسب يعني الحسابات دي كده الشمس ممكن يبقى عمرها يا مصطفى 4 مليار و500 مليون سنه. صحيح، يمكن موضوع يعني غريب و جديد ان احنا نتكلم فيه، وفي تفاصيل كتير خلينا نعرفها من ضيفنا الدكتور محمد غريب، استاذ بحوث الشمس المتفرغ في المركز القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. اهلا بك يا دكتور. اهلا بك يا استاذ مصطفى، اهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك. صباح النور يا استاذ بسام. دكتور غريب، هل نعتبر ده بالفعل ان هو عيد ميلاد للشمس؟ هنفصل الموضوع بطريقة مبسطة. في آية قرآنية بتقول لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. فكل الأجرام السماوية بتدور حوالين مركز حاجة معينة أو حوالين نفس حوالين نفسها أو حوالين جرم سماوي آخر. فالارض بتدور حوالين الشمس كل 365 يوم، اليوم ده بنسميه اليوم الارضي، او السنه دي بقى بنسميها سنه 365 يوم وربع يعني بالظبط، يعني بنسميها سنه ارضيه. نفس الكلام الشمس مع المجموعه بتاعتها اللي هي الارض والكواكب التسعه والكويكبات و الأقمار والمذنبات، المجموعة دي كلها بنسميها المجموعة الشمسية. فبتدور حوالين مركز المجرة بتاعتنا اللي هي مجرة درب التبانة أو الميلك واي أو مجرة الطريق اللبني، بتدور حوالين مركزها مرة كل 250 مليون سنة. فكده بنسميها السنة المجرية أو مرة السنة كل 250 مليون سنة. مليون سنة بتدور الأرض حواليه المجموعة الشمسية بقى. المجموعة الشمسية، الشمس وكواكبها والحاجات اللي تبعها بتدور حوالين مركز المجرة بتاعتها اللي مركز درب التبانة كل 250 مليون سنة. وده بيشمل مدة دوران الشمس نفسها؟ ما الشمس، ما حضرتك هي الشمس الاساس، هي يعني الشمس والمجموعه الكواكب كلها التباها الكواكب والاقمار والمذنبات الحاجات دي بنسميها كلها دي بنسميها المجموعه الشمسيه. فكل ده بيدور حوالين مركز المجره كل 250 مليون سنه. طيب لو قلنا الشمس عمرها من ساعه يعني ما وجدت، في ناس بتقول من 4 ونص سنه ل 5 4 ونص مليار سنه ل 5 مليار سنه. فلو قلنا 4 ونص مليار سنه، لو قسمنا 4 ونص مليار سنه على ال 250 مليون 250 مليون سنه، 250 مليون سنه هيطلع لي 18 دوره. يعني الارض دارت حوالين الشمس، المجموعه الشمسيه دارت حوالين مركزها لحد دلوقتي 18 مرة. لو قلنا ان هي عمرها 5 مليار سنة، يبقى دارت، لو قسمنا 5 مليار على 250 مليون سنة، يبقى دارت حوالي 20 مرة. ايوه. طب احنا هنا بنتكلم يا دكتور عن الدوران حوالين مركز المجرة، ولكن هل عندنا يعني موعد حقيقي بيثبت في ان الشمس ظهرت في هذا التوقيت بالتحديد؟ لا، حكايه انه في يناير ولا 14 يناير زي ما بعض الناس بتقول وبتاع، لا مفيش بقى التحديد بالظبط ده، احنا بنقول تقريبا. حتى اللي هي عمرها 4.5 مليار سنه. ده عمليه تقريبيه تقريبا، ان الاعمار في الكون اعمار بارقام فلكيه. فلما حد بيقول حتى 4.5 مليار سنه ل 5 مليار، لو قال 4.5 مليار هنقول له برضه صح، وال 5 مليار صح. رغم ان بينهم 500 مليون سنه. 500 مليون سنه، ما بقول لحضرتك الارقام في الكون ارقام فلكيه زي ما بيقولوا يعني كثيره. طب امتى موعد بدء السنه المجاريه الجديده؟ ما دي برضو ما اقدرش احطها لحضرتك، انا يعني هو التقريب كده، بالتقريب ما اقدرش اقول بدايه السنه في يناير، بدايه السنه في
المحرم مثلا زي احنا السنه الهجريه او السنه الميلاديه. لا يعني كده عمليه تقريبيه. فاحنا اللي احنا نقدر نقوله انه تقريبا الارض دارت اسف المجموعه الشمسيه الشمس ومجموعتها دارت حوالين مركز المجره من 18 ل 20 مرة. طب احنا عندنا فرق ما بين السنه العاديه والسنه المجريه كده؟ اه ما حضرتك ما السنه المجريه كده مقدارها كام؟ 250 مليون. يعني احنا السنه بتاعتنا كام؟ 365 يوم. يوم اللي هي السنه الارضيه. فانا مثلا فرق يعني فرق كبير ايه ده؟ فرق شاسع. واحد هيقول لي مثلا هيتجوز بعد 365 يوم. هتقول له ليه يا عم ما تقول بعد سنه؟ ايوه. فالرقم الكبير ده اللي هو 365 يوم وربع اختصرناه وسميناه سنه. برضه ال 250 مليون سنه اختصرناها وقلنا نسميها سنه مجريه لانه بتدور حوالين المجره فنسبناها للمجره. طب هل في ظواهر كونيه او يعني فلكيه بتحدث تزامنا مع الشكل ده من اشكال يعني مرور المجموعه الشمسيه حوالين مركز المجره الشمس؟ يعني فيه حوالين المجره صحيح؟ لا ما اقدرش اقول. ما كل الاجرام زي ما بقول لحضرتك وحسب الايه وزي ما بيلاحظ او بيرصد ان كل الاجرام بتدور حوالين حاجه. اما كوكب يدور حوالين نجم مفهوم زي مفهوم زي الارض حوالين الشمس او المجموعه الشمسيه كلها حوالين مركز المجره. فالكون مش ساكت، الكون في حركه. الكون والاجرام في حركه مستمره. كل الشكر ليك دكتور محمد غريب استاذ بحوث الشمس المتفرغ بالمركز القومي للبحوث الفلكيه والجيوفيزيقيه. شكرا ليك يا فندم.